السلام عليكم، ازيكم يا طلبة جريد 4؟ النهاردة هنتكلم على كونسبت جديد اللي هو كونسبت 1.4. أتمنى تكونوا ذاكرتوا كويس كونسبت 1.3. يلا بينا نشوف الكونسبت ده بيتكلم عن ايه. الكونسبت ده بيتكلم عن communication and information transfer، يعني ازاي ان احنا هنتواصل مع بعض وهتنقل لنا المعلومات. زي ما انت شايف الصورة اللي قدامك ان القفل ده عايز المفتاح ده، يعني هنفهم بعض ازاي، هنفهم الافكار بتاعتنا وهنتواصل مع بعض. طيب ده برضو السامري او ملخص المفهوم بالعربي من كتاب سلاح التلميذ، اللي يحب يعرف الكونسبت بيتكلم عن ايه، وده الفوكاب بتاع الكونسبت اللي بيحب يحفظ الكلمات مرة واحدة. يلا بينا نبدأ. طيب تاني كونسبت 1.4 اسمه communication and information transfer، يعني التواصل ونقل المعلومات. هنبدأ أول حاجة، بيقول لك human and animals use various of ways to communicate with each other as sound, light and movement. يعني الإنسان والحيوان بيستخدموا طرق كتيرة للتواصل مع بعض، إن هم يتواصلوا مع بعض عشان نفهم بعض، زي الساوند واللايت and the movement والحركات. فعندنا أول حاجة example عندنا هو firefly beetles، اللي هي المنظر ده، دي اسمها firefly beetles أو القنفذة المضيئة. firefly beetles بتعمل إيه بقى؟ بيقول هنا إن Firefly beetles produce different flash patterns to warn off predators or attract a mate. يعني هي بتستعمل فلاش لايت بتنور كده وتطلع نور، to warn off عشان تحذر من مفترس، or to attract a mate يعني تجذب أصحابها ليه. Human can communicate by receiving and sending information. يعني التواصل بيحصل عن طريق ان انا send message، ابعت رسالة واستقبل الرد بتاعها. Using language by ممكن استعمل لغة by speaking, writing or reading. يعني يا اما هتكلم معاك، يا اما هكتب لك، يا اما هتقرأ انت اللي انا كتبته لك. يعني بعد كده عندنا برضو humpback whales او الويل اللي هو الحوت ده.